إذا نواصل، ديزولي راه صونا لي شي واحد وتقطع الفيديو. المهم انا ندير التتمة. إذا كما قلت فالاكسيليغاسيون طونجونسيال كتساوي لا ديريفي ديال في سور دي تي، ولاكسيليغاسيون نورمال في كاري على ار في الحالة ديال إلا كانت عندنا موفمون سيركولار. إذا دابا حنايا عندنا الساتيليت كيدير واحد لو موفمون سيركولار يعني اوتور دو لا تيغ. مزيان. اذا بما ان الموفمون سيركولير الو غادي نحاول نستعن بلا باز دو فريني. انا غنفترض بان هذا الساتليت كيدور هكا، نقولوا راه حنا كيدور هكا. دابا الساتليت راه هنا، اذا فين غادي تكون المتجهه اي؟ المتجهه اي غتكون مماسه للمسار، ها هي مماسه ودائما في كتشوف لو سونس دو موفمون. دونك هذه هي اي. فين غادي تكون ان؟ ان غتكون عمودي على اي وكتشوف للسونتر، كتشوف السونتر بحال هكا. هذه هي ان. مزيان. دابا حنايا قالوا لنا في السؤال الاول يعني دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن، غادي نطبقوا الدوزيام لوا دو نيوتن وغادي نحاولوا نخرجوا ليكسبريسيون ديال لاكسيليراسيون. الوغ اول حاجه شنو هي القوه اللي خاضع ليها الساتيليت؟ هاد الساتيليت شنو هي القوه اللي خاضع ليها الساتيليت؟ خاضع لواحد القوه، هي القوه التي تطبقها الارض على الساتيليت. اذا الارض كتطبق واحد القوه عن بعد، اون فورس ا ديستونس سور هاد الساتيليت. طبيعه الحال داك لا فورس سميها اف، سميوها مثلا تو سامبلومون اف، ولا سميها اف دو لا تيغ سور ساتيليت، سميها اللي بغيت. انا غادي نسميها تو سامبلومون اف. اذا شكون هي اف؟ هي القوه اللي كتطبق لا تيغ على الساتيليت. بطبيعه الحال هذه قوه ديال التجاذب، عقلتوا لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسال. شنو هي هاد لا فورس دو غرافيتاسيون؟ يعني الارض كتحاول تجبد عند الساتيليت، بمعنى اف لا فورس اف اللي كتطبق لا تيغ على الساتيليت خاصها تكون ماشيه معاه، يعني ما يمكنش تكون كتشوف الفوق، لان لا تيغ شنو كدير؟ كتحاول تاتيري عند الساتيليت. اذا اف غادي تكون ماشيه مع ان، هذه هي اف. صافي. اذا اف في نفس لو سونس ديال ان. اذا نطبقوا الدوزيام لوا دو نيوتن. اذا شنو كيقول لنا الدوزيام لوا دو نيوتن؟ لا سوم ديال لي فورس اكستيريور شنو كتساوي؟ كتساوي ام. شكون هو ام؟ الكتله ديال الجسم المدروس. شوف معايا مزيان، شكون هو الجسم الذي نقوم بدراسته؟ ماشي لا تيغ وانما الساتيليت. كندرسو حنا الساتيليت، والساتيليت شحال الكتله ديالو؟ الكتله ديالو هي ام صغيره. هادشي علاش كتبت انا ام صغيره. فاش؟ فلاكسيليغاسيون ديال الساتيليت. علاش ما كتبتش انا ا جي؟ لان الساتيليت اعتبرته على شكل بوان ماتيريال، غير على شكل نقطه. اذا عوض ما نكتب ا جي كتكتب غير ا. فوقاش كدير اجري؟ ملي كيكون عندك واحد الجسم كبير، وعنده جي هنايا، كدير اجري. اما الساتيليت غير بوان ماتيريال، اذا كنكتب غير ا، لا داعي باش نكتب ا جي. اذا شكون هما لي فورس اكستيريور اللي مطبقين على الساتيليت؟ قلنا كاينه واحد القوه سميتها اف، دونك اف كتساوي ام فوا لاكسيليراسيون. دابا انا بغيت نخرج ليكسبريسيون ديال ا. شنو كتساوي اف؟ اف مع من ماشيه؟ اذا لاحظتوا معايا مزيان، اف ماشيه مع ان. مزيان. عقلتوا شنو هي اف؟ اف غير باش نتفكروها، شنو هي اف؟ اف هي لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسال، ودريجا درناها في واحد اللايف، قوه التجاذب الكوني. لا فورس دو غرافيتاسيون يونيفرسال اف شنو كتساوي؟ جي. شكون هي جي؟ عقلتوا عليها؟ La constante de gravitation universelle. هذه راها ثابته، تسمى ثابته التجاذب الكوني. فاش؟ شكون هي اللي طبقت هذه القوه؟ لا تير طبقت واحد القوه على الساتيليت. شحال هي لا تير؟ شحال الكتله ديالها؟ الكتله ديالها هي ام تي. ام تي. والساتيليت شحال هي الكتله ديالو؟ هي ام صغيره. اذا شنو غادي نكتبوا؟ لا ماس دو لا تير فوا لا ماس ساتيليت سور اياش، على المسافه بينهما. شحال هي المسافه بيناتهم؟ ها هي من السونتر ديال لا تير حتى الساتيليت، هذه المسافه من هنا حتى لهنا هي ار صغيره، اللي هو الشعاع ديال المسار، سور ار او كاري. دونك هذه هي اف. اذا اف كتساوي جي لا كونستون دو غرافيتاسيون يونيفرسال فوا ام تي فوا ام سور ار كاري. مزيان. قلنا المتجهه اف مع من ماشيه؟ المتجهة اف عندها لو ميم سونس كو ان، بحال. الوغ شنو غادي نكتب بلاصة هاد المتجهة اف؟ شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب جي ام تي
فوا ام سيغ ار كاري ان. علاش زدت ان؟ لان المتجهه اف و ان عندهم لو ميم سونس، وبطبيعه الحال بما ان عندهم لو ميم سونس هذا خلاص راه بوزيتيف، هذا راه بوزيتيف. كو كان نيجاتيف، كو كان نيجاتيف غادي تكون اف و ان عندهم منحيان متعاكسان كتساوي ام ا. بطبيعه الحال عندك هنا ام، هنا ام شات، اذا شنو خرجنا النتيجه؟ اذا ا شنو كتساوي؟ ا كتساوي G M T sur R carré N. صاف. دابا الا بغينا نخرجو ا بلا متجه، يعني غير ا المنظم لا نورم، اذا شنو كتساوي ا؟ شكون هي ا؟ هي هادي اصلا، هادي موجبه بطبيعه الحال. ان شحال هو المنظم ديال ان؟ المنظم ديال ان ايكال ا 1. المنظم ديال يو حتى هو ايكال ا 1. اذا ا شنو كتساوي؟ جي ام تي سور ار كاري. مضروبه فاش؟ في المنظم ديال ان. طبيعه الحال مضروبه في المنظم ديال ان، ولكن المنظم ديال ان كيساوي واحد، دونك بلا ما كنكتبو. وهذا هو ليكسبريسيون ديال لاكسيليراسيون، دونك جي ام تي سور ار كاري. دابا غادي ندوزو لا كيسيون بي. لا كيسيون بي قال لك اعطيني ليكسبريسيون دو لا فيتيس. ليكسبريسيون دو لا فيتيس شحال كتساوي لا فيتيس؟ في لا فيتيس انستونطاني بطبيعة الحال. في لا كيسيون الاولى خرجنا ا، في لا كيسيون الثانية شنو بغينا نخرجو؟ بغينا نخرجو في، يعني شنو كتساوي في. مزيان، اذا شوفوا معايا مزيان، انا اشمن باز خدام بها؟ خدام بلا باز دو فريني. مزيان، وانا بغيت نخرج في. انا كنعرف واحد القاعدة شنو هي، كنعرف بلي ا تي كتساوي دي في شوغ دي تي، وكنعرف باللي ان كتساوي في كاري على ار. مزيان، شوف معايا مزيان، غادي نبدا من هذه العلاقه هذه. ا كتساوي ا تي زائد ان. انا نكتب هنايا، نعاود نكتبها وغادي تفهموني شنو غادي ندير. دونك لاكسيليراسيون ديال الساتيليت، هذا لاكسيليراسيون ديال الساتيليت شنو كيساوي؟ كيساوي لاكسيليراسيون طونجونسييل بلس اكسيليراسيون نورمال. مزيان، لاكسيليراسيون ديال الساتيليت كيساوي، شكون هي لاكسيليراسيون طونجونسييل؟ لاكسيليراسيون طونجونسييل هي دي في سور دي تي، مع من؟ مع يو، لحقاش خدامين بلا فاز دو فريني. بلس لاكسيليراسيون نورمال شنو هي؟ لاكسيليراسيون هي في كاري على الشعاع. شحال هو الشعاع؟ هو ار. صافي، الشعاع مع من؟ مع ان. هاد ا هادي واش ديجا خرجناها؟ خرجناها. فين هي ا؟ ها هي ا، جي ام تي على ار كاري ان. اذا بلاصه هاد ا غادي نكتب هاد الشيء، شنو غترجع النتيجه؟ جي ام تي على ار كاري ان كتساوي دي في سور دي تي يو بلس في كاري على ار ان. شنو كتلاحظوا؟ شنو كتلاحظوا هنايا؟ هنايا كاينه الاو، هنا ما كايناش الاو. مادام ما كايناش هنا الاو، يعني هنا بحال اللي غادي نقول لك زيرو اي. الا بغيت الا بغيت تزيدها وصافي، غير باش تفهم. بمعنى شوف هنا اي شنو كاين حداها؟ زيرو. وهنا كاينه دي في، بمعنى بطريقه اخرى دي في على دي تي كتساوي زيرو. دي في على دي تي كتساوي زيرو. شوف معايا مزيان، هنا ان، ان شنو كاين حداها؟ حداها في كاري على ار. وهنا ان شنو كاين حداها؟ جي ام تي على ار كاري. اذا شنو غادي نستنتج من هذه الكتابه هذه؟ غادي نستنتج بان في كاري على ار كتساوي جي ام تي على ار كاري. وانا اصلا شنو باغي نخرج؟ باغي نخرج في. اذا هذا هو الاستنتاج ديالي. اذا الاستنتاج ديالي، السينتاج ديالي اللي توصلت لي دابا، اذا في كاري على ار شنو كتساوي؟ جي ام تي على ار كاري. بطبيعه الحال غتمشي هاد الار مع واحد الار هنا، دونك شنو غتبقى؟ غتبقى في كاري كتساوي جي فوالا ماس دو لا تيغ سور ار. انا كنقلب على ياش؟ على في. دونك في شنو كتساوي؟ كتساوي الراسين ديال جي ام تي سور ار. وهاني كنكون جاوبت على السؤال بي. دابا ندوزو الكيستيون نيميرو سي. الكيستيون نيميرو سي قال لك مونتخيلي بان تي كاري كتساوي واحد لا كونستونت فوا ار على بويسونس 3. شكون هي تي؟ تي هي المده الزمنيه اللي كيديرها الساتيليت باش يدير دوره، كتسمى البيريود. تي كتسمى البيريود، الدور.
شنو هو البيريود؟ البيريود هو المده الزمنيه اللي كيديرها الساتليت باش يدير واحد الدوره على لا تير. اذا قال لك بلي بان هذا التي او كاري كيساوي واحد السيس هي ثابته كونستانت، داك الساعه خصنا هاد السيس خصنا نخرجوا شحال كتساوي، فاش مضروبه في ار اس 3 بطبيعه الحال. ار هو المسافه ما بين السونتر ديال لا تير حتى لو يعني الساتليت. مزيان، شوفوا معايا مزيان، انا نعطيكم واحد المعلومه. ملي كتكون عندك حركه دائريه، عندك واحد البوان مثلا هادي هي او، هنا عندك واحد البوان ام، كدور هكا وكدير حركه دائريه. شوفوا معايا مزيان، هنا عندك واحد الزاويه، دابا النقطه ام البوان ماتيريال هي هنا، شويه وصلت لهنا، دابا كانت هنايا شويه وصلت لهنا. هذا من هنا لهنا كيتسمى اس. شكون هو اس؟ هاد القوس هذا كيتسمى اس. اس كيتسمى الافصول المنحني، بالعربيه كنقولوا له الافصول المنحني، لابسيس كورفيلين، هي اس كيتسمى بالعربي الفرنسي عفوا لابسيس كورفيلين. شنو هو لابسيس؟ هو هذا القوس. دابا مثلا في اللحظه زيرو، في اللحظه زيرو البوان ماتيريال كانت هنايا ومشات واحد شويه وصلت لهنا، هذا الطول ديال هذا القوس، الطول ديال هذا القوس كيتسمى اس، كيتسمى لابسيس كورفيلين، بالعربيه كيتسمى الافصول المنحني. مزيان، هنا كاين واحد الزاويه ياك، هنا راه كاينه زاويه، هاد الزاويه نسميها انا طيطا، وهاد بما ان الحركه دائريه نسميها الشعاع ديالها ار. الوغ شنو كتقول لك العلاقه؟ كيقول لك باللي اس كتساوي اخ فوا طيطا، هادي قاعده. اس كيتسمى لابسيس كورفيلين واللي هو الطول ديال القوس، ار هو الشعاع ديال هاد الدائره، طيطا كيتسمى الافصول الزاوي، طيطا كيتسمى ابسيس ابسيس نعم ابسيس اونغولار اونغولار الافصول الزاوي بالعربيه الافصول الزاوي. مزيان، اذا اس كتساوي ار تيتا. مزيان، شوفوا معايا مزيان، هاد اس راه كتبدل بحال دابا اس من هنا لهنا، شويه النقطه ام ولات هنا، شوف اس دابا بدا من هنا حتى لهنا راه كيتشونجا مع مرور الزمن، فاس كيتشونجا. اذا شوفوا معايا مزيان، الاشتقاق ديال اس يعني الا شقينا اس كيعطيك السرعه. اذا شكون هي في؟ في السرعه. شكون هي في؟ في هي السرعه ديال بوان ماتيريال. شنو كتساوي في؟ هي الاشتقاق ديال اس بالنسبه للزمن، يعني كتساوي اس بوان. يلا نشقوا في كتساوي دي سوغ دي تي ديال من ديال اس. شكون هي اس؟ اس هي ار في تيتا ياك. كي دايره ار؟ ار هو الشعاع ديال الدائره، والشعاع ديال الدائره ار كي داير؟ ثابت، يعني يمكن له يخرج من الشقاق. اذا شنو كيساوي ار في دي تيتا سوغ دي تي؟ اذا النتيجه التاليه شنو غادي تخرج؟ غادي تخرج بان لا فيتاس ديال بوان ام شنو كتساوي؟ الشعاع ار في الشقاق ديال تيتا. الشقاق ديال تيتا كنديروا له تيتا بوان، اذا في كتساوي ار تيتا بوان. في كتسمى لا فيتاس ديال بوان ماتيريال، ار الشعاع ديال الدائره، تيتا بوان كتسمى عندها واحد التسميه اخرى وكنرمزوا لها باوميغا، كنديروا لها اوميغا. اذا شكون هي تيتا بوان؟ هي اوميغا. اوميغا كتسمى السرعه الزاويه، لا فيتاس اونغولار، السرعه الزاويه. اذا خصك تعقل مزيان على هذه العلاقه، بان في السرعه كتساوي الشعاع فوا اوميغا. شكون هي اوميغا؟ اوميغا هي تيتا بوان، الشقاق ديال تيتا، تيتا هي هذه الزاويه هذه. صافي، اذا في كتساوي ار اوميغا. في كتسمى لا فيتاس ديال بوان ماتيريال، ار هو لو غيون، واوميغا لا فيتاس اونغولار. بطبيعه الحال الوحده ديال لا فيتاس اونغولار راديان سكوند موان دو، هذه الوحده ديالها. اذا عقلوا انتم مزيان بان في كتساوي ار اوميغا، وعقلوا مزيان باللي اس كتساوي ار تيتا. صافي، دابا تخيلوا معايا مزيان، تخيل معايا مزيان، اذا كانت الحركه ديال 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 هاد زعما هاد البوان ماتيريال، اذا كانت الحركه ديال دائريه منتظمه، وشوف معايا مزيان، اذا كانت لو موفمون، اذا كانت عندك موفمون كي دايره سيركولار، يعني حركه دائريه منتظمه،
منتظمة، يعني حركة دائرية. ملي كنقول منتظمة يعني لا فيتيس كونستانت، سرعة ثابتة. ايوا دابا تخيل عندك واحد البوان ماتيريال، هذه هي ام، كدير واحد الحركة دائرية وفي نفس الوقت السرعة ديالها ثابتة نازية. دابا بغيت نعرف انا مثلا دابا البوان ماتيريال غادي تضرب دورة، هي هنايا وغادي تدور دورة.